الحمد لله حققنا واحد النتيجه ايجابيه سعدنا بها الجماهير وغادي نبريباريو ان شاء الله الماتش ديال الديربي كما جميع المقابلات ونسعدوا الجماهير الرجويه وان شاء الله يكون خير. الجماهير ما كانش اليوم في الملعب ولكن تيساندونا من بالقلب ديالهم من برا كنهديو لهم هذا الانتصار هذا مبروك علينا الانتصار. مقابله الديربي مقابله غادي تلعب عليها جزئيات الحمد لله غادي نساعدوا ليها بما فيه الكفايه عندنا الوقت عندنا على 5 ايام ولا 6 ايام غادي نحضروا ليها مزيان وان شاء الله غادي نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي نساعدوا بها الجماهير الرجويه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.